السلام عليكم. من الحاجات اللي تخلينا كتوانسة ندزوا مع لاعبنا الدولي حنا باع للمجبري باش ينجح في مسيرته الاحترافية مع فريقه مانشستر يونايتد، بخلاف انه باش يقدم الاضافة للمنتخب، اما كيف كيف كتوانسة نحبوا نتفرجوا في الملاعبية متاعنا اللي ينشوا في البطولات الاوروبية. على سبيل المثال السبت ولا حد ولا في تشامبيونز ليج 3 ولا 4، المشجع المصري ممكن بدرجة اقل من المشجع المغربي والجزائري، لكن عنده فاش يتفرج، عنده النني ارسنال وعنده محمد صلاح ليفربول، المغربي كيف كيف، الجزائري حدث ولا حرج، واحنا كتوانس في شكون باش نتفرجوا وفي اما قناه باش نتفرجوا. البارح على سبيل المثال حبيت نتابع مباراه بروندبي فريق لاعبنا الدولي انيس بن سليمان اللي واجه فريق بازل فريق لاعبنا الدولي سيف الله بالطيف في مسابقه كاس المؤتمر الاوروبي. اكثر من ساعه وانا نلوج على المقابله وما لقيتهاش المقابله وفات وما تفرجتش فيها، حتى الملخص حبيت نتبعه اكثر من 3 سوايع وانا نلوج عليه باش لقيته. وهذاك علاش نحبوا حنا باع المجبري ينجح مع مانشستر يونايتد واسماعيل غرب يتقمص الوان المنتخب باش الملاعبيه العرب يزيدوا يعطيونا اكثر شارم في اوروبا. هو على سبيل المثال ملاعبي الصغير ما شاء الله عليه عنده مستقبل كبير اللاعب العراقي زيدان، اقبال ان شاء الله ربي يبقي عليه الستر وان شاء الله ينجح في مسيرته الاحترافيه. وراي هذيك هي الكوره، راي هذيك هي، والله ولدنا خير من ولدكم، ولا اللي قدموا ولدنا ولدكم عمره ما يوصل باش يقدموا، احنا هزينا بطوله واحنا هزينا تشامبيونز ليج وهذاك هو الشارم نتاع كره القدم. على كل حال صحيفه مانشستر ايفينينغ نيوز هبطت مقال حكيت فيه على لاعبنا الدولي حنا بعل المجبري وقالت رغم الانتقادات الكبيره اللي تعرض لها اللاعب مع هذا قاعد يمشي في الطريق الصحيح في كل حاجه طلبها منه المدرب. باختصار إيريك تنهاج راضي على كل حاجة قام بها حنا باع المجبري على أرضية الملعب، وذاك علاش بنسبة كبيرة باش نلقاو لاعبنا الدولي ضمن قائمة مانشستر يونايتد إن شاء الله نهار لحد مع ماضي ساعتين فين باش يواجه فريق برايتون لحساب الجولة الأولى من البريمير ليج. نرجع لمباراة بروندبي ضد بازل، المقابلة اللي وفات فوز فريق لاعبنا أنيس بن سليمان هدف لصفر في كأس المؤتمر الأوروبي. أنيس بن سليمان خاض مقابلة كاملة وتحصل على معدل 7.1 من 10 على حسب موقع سوفا سكور. فيما يخص سيف الله بالطيب شارك في 21 دقيقة وتحصل على معدل 6.5 من 10. على فكرة سيف الله بالطيب المقابلات الأخيرة ما هوش قاعد يشارك بانتظام مع فريقه بازل في البطولة السويسرية، مع هذا الدقائق اللي يلعبهم يقدم فيهم الإضافة. وخير دليل مقابلته الأخيرة ضد بروند بيلعب 21 دقيقة قام بالواجب نتاعو، على عكس محمد زكي العمدوني اللي عملنا منه مهاجم كبير قلنا هذا هو المهاجم اللي باش يصنع ربيع المنتخب التونسي وفي الاخر رفضنا من اجل تقمص الوان المنتخب السويسري. العمدوني الى حد الان خاض 7 مقابلات مع بازل بين مقابلات ودية ومقابلات رسمية، الى حد الان سجل هدف وحيد. فيما يخص أنيس بن سليمان من الموسم الفارط برهن انه ملاعبي عنده امكانيات كبيره، الموسم الحالي قاعد يكونفيرمي لا اكثر لا اقل انه صعيب برشا فريقه ينجم يستغني عليه في التشكيله الاساسيه، لكن فيما يخص المنتخب التونسي بن سليمان قاعد يبرهن ينجم يكون ضمن التشكيله الاساسيه للمنتخب التونسي. وقت اللي يقولوا أنيس بن سليمان اساسي مع المنتخب التونسي في وسط الميدان يعني واضحه أنيس بن سليمان عيسى العيدوني والياس السخيري. ثم فئه محترمه من جماهير المنتخب عندهم فكره على ثلاثه ملاعبيه، الياس السخيري أنيس بن سليمان وعيسى العيدوني، ثلاثه ملاعبيه عندهم طابع دفاعي وثلاثه ما نجموش يكونوا مع بعضهم في وسط ميدان المنتخب. نقول لك شاهد عيسى العيدوني، نحي الياس السخيري على جنب، عيسى العيدوني المستوى اللي قاعد يقدم فيه والمردود مع فريقه في المقابلات التمهيديه المؤهله لدوري مجموعات رابطه الابطال الاوروبيه قاعد يقدم في مستوى كبير، ولهنا راني مانيش نحكي على عيسى العيدوني دفاعيا اللي ما ثم حتى حد يشكك في امكانياته الدفاعيه، لكن نحكي على عيسى العيدوني هجوميا قاعد يقدم في مستوى كبير، والدليل الهدف الخرافي اللي سجله في المقابله الأخيرة، على خاطر ثم برشا عباد عندهم فكرة غالطة على عيسى العيدوني هجوميا. وكيف كيف الكلام راهو ينطبق على أنيس بن سليمان والمستوى الكبير اللي قاعد يقدم فيه هجوميا مع فريق بروندبي في مباريات الدوري المؤتمر الأوروبي وخاصة المقابلة الأخيرة ضد بازل السويسري. وبصراحة أنيس بن سليمان فاجأني بالفنيات الكبيرة اللي عنده والفنيات اللي شفتها عنده إلى حد الآن ما شفتها عند حتى لاعب من وسط ميدان المنتخب التونسي. شخصيا رشح ثلاثة ملاعبية هذوما باش يكونوا في التشكيلة الأساسية في وسط ميدان المنتخب على المستوى والمردود الكبير اللي قاعدين يقدموا فيه الآونة الأخيرة، رغم أنه عدنا ملاعبية محترمين على غرار غلال الشعليري محمد علي بن رمضان والفرجاني
سيسي. ولهنا بالنسبة للي عندهم فكرة الثلاثة ملعبية عندهم طابع دفاعي وثلاثة ما ينجموش يكونوا مع بعضهم في وسط ميدان المنتخب باش المنتخب ما يلعبش الدفاع 100%. يلزمنا نفهموا فكرة الثلاثة ملعبية عيسى العيدوني والياس الصخيري وأنيس بن سليمان يلعبوا مع بعضهم ويلعبوا مقابلة ويلعبوها مقابلة دفاعية 100% وعادي جدا نفس الملعبية هما بيدهم يلعبوا مقابلة أخرى ويلعبوها مقابلة هجومية 100% وعادي ثلاثة ملعبية يسجلوا في نفس المقابلة. علاش؟ على خاطر تحكم في نادي كونديسيون نجم تلعب ضد أدفرسير في المتناول يزم تلعب مع الهجوم وتنجم تلعب ضد أدفرسير أقوى منك يفرض عليك باش تلعب الدفاع يفرض عليك باش تحافظ على النتيجة يفرض عليك باش تلعب الدفاع وما تقبلش أهداف وكيف كيف يتفرض عليك الرسم التكتيكي ووضعية المقابلة على خاطر وقت اللي راو عيسى العيدوني وأنيس بن سليمان مع الأندية متاحهم كيف يلعبوا الهجوم وكيف يعاونوا في الهجوم وراهم نفس ملعبية مع المنتخب التونسي كيف يلعبوا تقريبا 90% الدفاع لهنا نفهموا انه راهو المشكل مش في الملعبية المشكل في لي كونديسيون اللي كنا نحكيوا عليها. هذا فيما يخص مواجهة أنيس بن سليمان اللاعبنا الدولي سيف الله بلطيف. كيف كيف اليوم ثم مواجهات أخرى بين لاعبين الدوليين، ثم مواجهة في الدوري الهولندي بين هيرنفين فريق لاعبنا رامي كعيب ضد سبارتا روتردام فريق عمر رقيق المعار من فريق أرسنال الإنجليزي، اللعبة إن شاء الله مع 7 متاع العشية. انتقلوا للدوري المصري والجولة 29 وبالتحديد الزمالك المصري سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي فين باش يواجهوا فريق الجونة. سيف الدين الجزيري اللي قاعد يقدم مستوى كبير الآونة الأخيرة بإشادة الجميع وخاصة الإعلام المصري. لهنا راهو وقت اللي لعبنا من اللاعبين الدوليين يقدم مستوى كبير راهو واجب علينا باش نقولوا اللاعب قدم مستوى كبير واللاعب يلزم ياخذ فرصته في المنتخب وكان ماخذهاش يلزمنا نضربوا عليه بالبونية وراي هذه هي خدمتنا وهذا هو واجبنا باش المنتخب التونسي يقدم القدام. عظ موافق اللاعبين الدوليين مهما كان سيف الدين الجزيري حمزة المثلوثي الياس الصخيري أنيس بن سليمان عيسى العيدوني وراهو لاعب وقت اللي ننقدوه ويقدم مستواه ويفيق على روحه ويتحسن ونشكروه. بعض الجماهير ما تقولش والله ما فهمناكش يا البياري اليوم تشكر فيه وغدوة تذم فيه. تعرف علاش اليوم نشكر فيه وغدوة نذم فيه؟ على خاطر ما عنديش مشكل معاه، على خاطر حاجتي بيه باش يقدم، كي قدم يلزمني نشكره، شنيا نعمل بالضبط؟ هو اليوم قدم مستوى تعيس، مستوى أقل من متوسط، بطبيعة باش ننقده، بطبيعة باش نذمه، غدوة بطبيعة كي نقول نذمه راني مانيش باش نذمه في شخصه، باش نذمه في المستوى اللي قدمه، غدوة يفيق على روحه ويقدم مستوى كبير. نقعد نزل عليه لا الملاعبي هذاك ما يصلحش لا الملاعبي هذاك مهما قدم ديما يقعد مستواه اقل من متوسط بطبيعة ليه وقت اللي قدم مستوى محترم نقولوا قدم مستوى محترم قدم مستوى اقل من متوسط نقولوا قدم مستوى اقل من متوسط على خاطر ما عندنا مشكل ما حتى حد. في الختام البياري متبقى كمش يقول لكم تحيه تونس تعيش تونس كلنا تونس وسلام.